جلال الهناوي موظف مكلف بالمعارض والتظاهرات والأنشطة على مستوى المديرية الجهوية ديال صناعة تقليد الرباط. حنا هنايا بدعوة من إدارة معرض العقار سكن إكسبو اللي الدورة ديالو 9/2024، مشكورين على الدعوة اللي قدمت الدعوة ليها باش نحضروا كمديرية جهوية. وحنا هنا كنمثلوا المديرية الجهوية بواحد المعلمين وصناع تقليديين حرفيين متمكنين فن المعمار التقليدي، لأن الحدث هو صالون لي موبلي ديال العقار. وجبنا كما كتشوفوا ورائي واحد الفضاء جميل ديال الحرف ديال الصناعه التقليديه اللي عندها علاقه بالفنون المعمار التقليدي، اللي كاين الزلج التقليدي وكاين 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 كاين المغبق الرخام وكاين النقش على الحجر وكاين صباغه المباني وكذلك الكهرباء المباني وكذلك النجاده. حنا حبينا نجيبوا هاد الحرف اللي العدد اللي كنمثلوا بها في هذا الفضاء هذا ولها علاقه مع المعمار. اذا من الزوار باش ملي يزوروا المعارض ديال العقار يجيو للجناح ديال الصناعه التقليديه، لان راه كاين متشاف باش يمكن الانسان يجهز ولا يبني ولا هذا المنزل ديالو بلاتوش تراديسيونيل، لان الصناعه التقليديه راه ما عندها مثيل. وهنا راه كاين الزلج التقليدي راه عنده واحد التراث وعنده حضاره مغربيه لا مثيل لها. مصطفى العبسي، رئيس جمعيه تضامن لكهرباء تمارا. جمعيه تتهتم بمجال الكهرباء تأطير الحرفيين. حنا اليوم في افتتاح ديال معرض السكن اللي في حي الرياض في النسخه ديالو 9. من هذا المنبر تنشكروا المديريه الجهويه للصناعه التقليديه اللي وجهوا لنا الدعوه. جمعيه التضامن هذا هو تقريبا المعرض النسخه الثانيه. كان عندنا واحد التجربه في مدينه جديده، الحمد لله كانت اخذنا منها التجارب. وحنا دابا حاليا حنا ما بين الجهه ديالنا جهه الرباط في واحد المنطقه في حي الرياض، يعني في المنطقه اللي مهمه واللي فيها واحد النوع ديال الساكنه اللي تنتمنى ان نتواصلوا معاهم. ومرحبا بهم، مرحبا بالزوار يعني كحرفيين، مرحبا بالشركات اللي ممكن انهم يزورونا. تنتمنوا ان يعني يكون هذا الفال الاول الفال ديالنا يعني يكون ايجابي للجمعيه وجميع الاخوان اللي حاضرين معنا. تنشكر جميع المنظمين اللي واقفين على هذا المعرض. تحيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. معكم نجيب الخياطي المعروف في الاوساط المهنيه بالهندي. شكرا جريده اصوات على التواجد ديالها اليوم في المعرض التاسع بمدينه الرباط بمحجر الرباط بالضبط. شكرا للمديريه الجهويه على الدعوه، كذلك سكن اكسبو. اليوم التواجد ديالنا نحن كحرفيين في مجال صباغه المباني دلاله جميله جدا على ان الحرفي الصباغ في المجال الخدماتي اليوم ولا على انه عنده الامكانيات، وهي الامكانيات راه كانت حاضره غير الالتفاته اللي ولات مؤخرا على ان الحرفي الصباغ يشارك في المعارض، فهذا في حد ذاته راه قفزه نوعيه. ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم على ان نمثلوا القطاع احسن تمثيل، ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم على ان جميع الحرفيين، وهذا نداء لجميع الحرفيين الصباغه، ما يبقاوش في ذاك عنق الزجاجه، يزيدوا يبدعوا ويزيدوا يخرجوا. وراه الحمد لله غيولي المعرض يكون خاص بمجال صباغه المباني، وكتعرفوا على ان صباغه المباني هي الحرفه اللي كتحافظ على الموروث اللامادي الموروث الحضاري داخل البلد، اكيد تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله نصره الله ونصر الله الاسره العلويه كامله. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم على ان المشاركه ديالنا ما تقتصرش غير على هذا المعرض، باش تكون في معارض اخرى وتكون في بلايص اخرين. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.